بسعر 3000 جنيه هي اكتر فئه بتبيع في السوق المصري، وكل شركات تقريبا بتحاول تقدم الموبايل اللي هيغزي السوق. منها مثلا الموبايلات اللي بتكون برامات زياده، منها الموبايلات مثلا اللي بتكون بديزاين جذاب جدا، منها الموبايلات اللي بتكون بسعر قليل. والنهارده عندنا موبايل جديد وهو اللافا زد 91، موبايل بابعاد جديده وفيس انلوك بسعر 2750 جنيه. وخلينا نبدا بالشاشه. الشاشه هنا بالابعاد الجديده 18 الى 9، شاشه 1440x720 HD بلس. تقريبا ده بقى الستاندرد بتاع اي موبايل بينزل فيها دي. ما شفناش ولا شاشه بتنزل فول HD بلس، وانا ما زلت مستني اليوم اللي اشوف فيه شاشه فول HD بلس بتنزل فيها دي، وفعلا هبقى مبسوط قوي ساعتها. ولكن هنا يا جماعه الشاشه ما زالت HD بلس، ده الطبيعي فيها دي. الوان الشاشه هنا معقوله، ولكن مش من الشاشات اللي هي الوانها ساتوريتد او اللي هي فاقعه شويه، فلا بيكون احلى، بس هي الوانها معقوله، وكمان زوايا الرؤيه في الشاشه مش وحشه، وهي عامه تعتبر شاشه كويسه قوي بالنسبه في السعر. ومن المتوقع في فئه دي برضو انك مش هتشوف موبايلات بتصميم معدني او بظهر معدني. وهنا يا جماعه الموضوع ده مكمل، هنا التصميم هنا بظهر بلاستيكي، يعني ممكن يكون اللي هو بيلمع وشكله حلو كده من بعيد، ممكن تحس ان هو ازاز فعلا من بعيد، لكن اول ما تلمسه هتحس باحساس البلاستيك اللي هو مش بريميوم قوي، ولكن هو ما زال بلاستيك لامع، شكله حلو من بعيد، ولكن برضه لما تيجي تمسكه يعني لسه مش معدن. ويعني قريب في المستقبل بقى هتشوف بقى اللي هو هتشوفه بازاز وتمسكه ازاز، ولكن احنا لسه ما زلنا اللي انت بتشوفه ازاز وتمسكه تلاقيه بلاستيك. ظهر الموبايل في الكاميرا الخلفيه والفلاش ولوجو لافا، والغريب اللي هنا ان ظهر الموبايل فيه السماعات، حاجه بقينا نشوفها مؤخرا، ولكن انا عندي علاقه كده يعني حلوه جدا ومبسوط جدا ان السماعه دي موجوده، وفي نفس الوقت عندي عداوه مع مكان السماعه. مبسوط من مكان السماعه عشان لا يمكن وانت ماسك الموبايل باي طريقه انك هتبلوك السماعه، سواء ماسكه بتلعب لعبه او تتفرج على فيديو لاندسكيب او حتى ماسكه بورتري، في كل الاحوال انت لا يمكن بتقفل السماعه او صوت السماعه بيتكتم. ولكن متضايق برضو من مكان السماعه دي، عشان عاده لو انت حاطط الموبايل ده مش على مكتب، لو انت حاطه مثلا على سرير او على قماشه، هتلاقي الصوت دايما بيتكتم وهو محطوط على الشيء ده. صوت السماعه هنا نقي حتى اعلى درجه صوت، ولكن في نفس الوقت اللي هو مش عالي قوي، ولكن نقي على اعلى درجه صوت. ده الموبايل برضو فيه البصمه اللي بتشتغل بسرعه جدا، وفعلا سرعتها اسرع من معظم الموبايلات اللي بيكون فيها بصمه الفئه دي. انا استغربت ان الموبايل بيانلوك في اللحظه دي، دي حاجه مش بتحصل في العاده في السعر دي. وكمان لوف هنا يا جماعه حطت لنا فيس انلوك في الموبايل، تفتح الموبايل عن طريق بصمه وشك، حاجه احنا ما شفناهاش في اي موبايل في الفئه دي تماما. انا ما زلت مش بنصح بالفيس انلوك لو انت بتحط معلومات مهمه على موبايلك، مثلا زي معلومات الكريدت كارد او بنك بتاعك او اي حاجه، معلومات مهمه كفلوس حاططها على موبايلك، او مش بنصح تستخدم فيس انلوك عشان هو مش امن زي البصمه، ولكن كفيتشر حلوه وممكن تتمزق بيها قدام اصحابك كده بقى، بتبص الموبايل بيفتح والحركات دي، فانت عندك الموضوع ده. فيس انلوك موجود هنا في اللافا زد 91. والمميز برده هنا في اللافا زد 91 هي حاجه كتصميم حلوه جدا، ممكن ما تلاحظهاش، ولكن انا بعد ما قعدت فتره طويله لسه ملاحظها قبل ما اسجل الفيديو ده على طول، هي ان الموبايل لما تيجي تمسكه من ظهره بيبان اللي هو لونه ازرق، على اللون الازرق يعني، تيجي تلف اللون الازرق ده بيتحول لاسود كده في الحواف، مش اللي هو خط فاصل ما بين الازرق والاسود، لا اللي هو اللون كده بيتحول لاسود، شكله كديزاين حلو جدا. وتقريبا دي نقطه برده مميزه في تصميم الموبايل اللي مش بنشوفها في موبايلات تانيه، اللي هي ال 3D مش عارف ايه، اللي هي الالوان بتتغير بسرعه، معرفش بيسموها ايه، بس هي شكلها لحد ما لطيف. نظام التشغيل هنا هو الاندرويد 7.1، نتوقع ولكن مش اكيد اذا كان هيجي له اندرويد الاوريو 8.0 اندرويد البي ولا لا، ولكن اندرويد الاوريو يعني اعتقد بنسبه اكبر اللي هو هيجي عن الاندرويد البي، لان لا اتوقع ان هو ممكن يجي الموبايل ده. اللافا زد 91 بيشتغل بنظام تشغيل اندرويد 7.1، وعليه اضافه لافا فوق الاندرويد العادي وهو الستار او اس، اللي ضاف بعض الميزات، منها مثلا الفيس انلوك زي اللي كان عامل شويه، بعض الميزات في الفرونت كاميرا افكتس، انك ممكن بقى تعمل ماسكات وحاجات كده بالفرونت كاميرا، يعني هي مش ولاد قوي بس هي موجوده. واللي عجبني في الستار او اس هنا يا جماعه، مفيش تقريبا ولا ابلكيشن بيسموها بلوت وير، او اللي هي ابلكيشنز ملهاش لازمه بتيجي اجباريه مع الموبايل، يعني مثلا مش بيجي براوزر تاني مع كروم بيكون ما ينفعش تمسحه، لا الموبايل بيجي بالابلكيشنز بتاعت جوجل فقط، ودي بصراحه حاجه حلوه جدا، وعلى المدى البعيد هتخلي الموبايل يحتفظ بسرعته. وعلى ذكر السرعه هنا كمان عندي مشكله بسيطه مع الموبايل، وهو ان الموبايل يعتبر على الناحيه اللي مش سريعه في فئه السعر دي. احنا بنتكلم هنا يا جماعه معالج ميديا تك 6739، معالج كواد كور 1.3 جيجا هرتز، معالج يعتبر من الفئه الاقل شويه من المنافسه الموجوده في الفئه دي، ولكن المعالج ده هيقضي معاك الغرض، وال 3 جيجا بايت رام اللي جوه الموبايل هيفتحوا معاك السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر واتساب والحاجات دي هيفتحوا معادي، وهتنقل ما بينهم، وهتشغل فيديوهات يوتيوب على 720
كل حاجه دي طبيعيه كويسه، ولكن لما تيجي تفتح بعض الالعاب الثقيله هيشغلهم ولكن مش هيديك اكتر سلاسه في الالعاب. هي طبعا حاجه مش واقعيه ان انا العب لعبه زي ببجي على اللافا زد 91 موبايل بالفئه دي، او العب على ببجي على اي موبايل بالفئه دي. لو انت اشتغلت العاب خفيفه زي سابوي سيرفرز او تمبل ران او الحاجات دي هتشتغل كويس قوي ومش هتقطع وتبقى كويسه. ونروح لاكتر حاجه احب اتكلم عليها في الموبايلات، وهي كاميرات الموبايلات. هنا يا جماعه عندنا كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل فعلا عدسه F2.0 فيها ميزه البوكا افكت العزله الخلفيه، وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل برضه فيها ميزه البوكا افكت، وفيها كمان فلاش امامي في الموبايل. الصور مقبوله سواء من كاميرا خلفيه او الاماميه في الموبايل، والبوكا افكت بتشتغل، ولكن دايما مش بتقدر هي تحدد بالظبط الادج بتاعتك، يعني دايما هتلاقي في بعض الاخطاء موجوده، مثلا في سلم متاخد جنب قفاك مثلا، او حاجه سودا متاخده مع شعرك، وده عاده بيحصل. ومفيش تقريبا ولا موبايل بيقدر يظبط البوكا افكت مظبوطه قوي يعني في الفئه دي، وده متوقع من الكاميرا دي. المميز هنا يا جماعه ان البوكا افكت موجوده في الكاميرا الاماميه، وبرده فيها بعض المشاكل في البوكا اللي هي بتاخد بعض الاشياء في الخلفيه معاك، ولكن كون اللي يكون في كاميرا اماميه فيها بوكا افكت فيها دي حاجه ممتازه جدا. اللي لفت انتباهي هو اداء الكاميرا في الاضاءه القليله. متوقع في اي موبايل فئه دي انك تشوف اداء كاميرا سيء او لو لا يستعمل في الاضاءه القليله. هنا يا جماعه اداء الكاميرا هو اعلى من سيء، مثلا نقدر نقول عليه متوسط او اللي هو اقل متوسط، حاجه بسيطه، ودي حاجه كويسه ان الموبايل هتقدر تصور بيه بعض الصور. البوكا افكت طبعا بالليل هتبقى وحشه جدا وهيبان فيها اخطاء اكتر كتير جدا، ما انصحش اي حد يستخدم بوكا افكت في اضاءه ضعيفه، ولكن اداء الكاميرا عامه لو تصور صور طبيعيه بالليل الالوان بتطلع حلوه ولحد ما الشاركنس بيكون مظبوط، ودي حاجه كويسه. لو قررت تشتري اللافا زد 91 هتلاقي لينك الشراء بتاعه هيكون في وصف الفيديو، اتاكد اشترك في القناه عشان في فيديو جاي قريب قوي على القناه، فيديو هيكون مختلف متصور في اماكن مختلفه، وفكره الفيديو عامه هتكون مختلفه وهتعجبكم قوي، وانا متحمس قوي للتغيير اللي هيحصل في الفيديو ده. فاشجعكم فعلا لو عايزين تشوفوا الفيديو ده اتاكدوا انكم تشتركوا في القناه وتتابعوني على الانستجرام والحتت دي، عشان هبقى بوست واعمل تيزر اذا كان الفيديو. شكرا شفتوا الفيديو، اتاكد انك تعمل لايك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.